برحب بحضراتكم في الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمال الغربي. احنا على وشك ان احنا ننظم في غضون أيام قليلة اول حدث من نوعه فيما يتعلق ببند مهم من العمل المضاد للألغام، وهو بند الكشف عن وإزالة المخلفات القابلة للانفجار. عارفين حضراتكم طبعا ان بقية العناصر الرئيسية للعمل المضاد للألغام هي مساعدة إضحايا الألغام والتوعية بمخاطر الألغام وحشد التأييد المجتمع. إنما البند اللي الرأي العام في مصر يهتم به هو بند أكثر من غيره، ويهتم بكل شيء، إنما أكثر من غيره هو البند المتعلق بالكشف عن إزالة أو المخلفات. الألغام هنا بعتبرها تعبير اصطلاحي يشير إلى كل الأجسام القابلة للانفجار. الشريك الرئيسي لنا في تنظيم هذه الحلقة هو مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في مراحل في إزالة الألغام. هم كانوا بذلك التاريخ في سنة 99 كانوا قد أتموا العمل حسب المراحل التي المنهجية المتبعة في كل حتة. احنا طهرنا حتى الآن 94,446 فدانا موجودة كلها في منطقة الألغامين. طهرنا معدات كثيرة جدا لسلاح المهندسين المصري، قيمتها قد تدور حوالي ملايين من الجنيه، ما يعادل الجنيهات المصرية. منها مثلا لغاية دلوقتي 250 مكتشف، خمس معدات للتطهير الميكانيكي، 250 بدلة واقية، 250 حذاء واقي، وأجهزة كثيرة لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية.